سداد الرئه والمزمن هو مرض بيصيب الرئه بشكل اساسي وله علاقه مباشره بالتدخين. هالمرض هو ناتج عن التهابات بتصيب العصبات الهوائيه، وهالالتهاب بيؤدي لتشنج بقلب العصبات الهوائيه. المرضى بيعانوا من ضيق التنفس، من سعله، من بلغم، من التهابات مزمنه بالرئه، بيعانوا كمان من نقص بالاكسجين ومن ارتفاع بثاني اكسيد الكربون وقت يتقدم المرض على الرئه. التشخيص هالمرض بيصير بشكل اساسي بالتصوير الشعاعي وبيصير بتخطيط الرئه. هالاشخاص فيهم يستفيدوا من عده انواع من العلاجات. العلاج الاساسي اكيد بيتضمن المساعده على توقيف التدخين. الاشخاص يلي ما عم يقدروا يوقفوا التدخين، اطباء الرئه ممكن يساعدوا بعلاج معين لهالمرضى يوقفوا تدخين ويوقفوا الضرر عن الرئة، كرمال نقدر نساعد بتخفيف الضرر عن الرئة وتحسن عوارض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة للمساعدة على التوقيف على التدخين. أطباء الرئة كمان ممكن يساعدوا هالمرضى بعلاجات ترجع بتفتح الرئة وبتنظف هالرواسب التدخين الموجودة بقلبها، كرمال الأشخاص يرجعوا يقدروا يتنفسوا بشكل طبيعي، يرجعوا يقدروا يمارسوا هواياتهم بشكل طبيعي، يقدروا يرجعوا يتنفسوا بشكل طبيعي. العلاجات متوفرة وموجودة، وأطباء الرئة ممكن يساعدوا بهالموضوع. الأشخاص يلي عندهم كمان انسداد رئوي مزمن بدرجات متقدمة ممكن يستفيدوا من الأكسجين بالبيت، ممكن يستفيدوا من المكانات اللي ممكن تساعد بوظيفة الرئة وتساعد إنه هالمرضى يوصل للجسم أكسجين بطريقة أحسن، ويقدر كمان يتخلصوا من ثاني أكسيد الكربون بطريقة أحسن. بقى أطباء الرئة ممكن يساعدونا بهالعلاج للانسداد الرئوي المزمن.